الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. سجلت سوق البورصة في العراق طفرة بسعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي، وسجل سعر الدولار في البورصة أكثر من 1490 دينار أمام الدولار الواحد. وكان البنك الدولي قد اقترح على البنك المركزي في العراق تعدي لسعر صرف الدولار إلى 1600 دينار لكل دولار واحد، بذريعة أنه السعر الحقيقي الذي يمكن أن يستقر عليه السوق المحلي قياسا بدول الجوار. هذا وتسبب خفض قيمة الدينار بجملة من الأضرار على الاقتصاد العراقي وأسواقه المحلية. ضمن محاولات التنصل من المسؤولية، حمل النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي حكومة الكاظمي سبب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار في الأسواق المحلية. وقال الفتلاوي إن مستويات الفقر ارتفعت كثيرا جراء السياسة المالية التي اتبعتها الحكومة والبنك المركزي برفعها سعر صرف الدولار، مضيفا أن على الحكومة اتخاذ إجراءات من شأنها تخفيض سعر الصرف كي تتجنب الأزمات الاقتصادية التي يعاني منها الشعب العراقي بسبب انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار. قالت لجنة الاتصالات النيابية إن تعرفة الاتصالات في العراق لا تزال مرتفعة جدا مقارنة بالعديد من الدول، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي يفرض إعادة النظر بها. وقالت اللجنة إن الاتصالات الخلوية باتت مسارا مهما جدا لتعاملات المواطنين، باعتبار 99% من العراقيين يعتمدون عليها بالوقت الراهن، لكن بالمقابل لا تزال التعرفة مرتفعة مع ملاحظات على نوعيتها وكثرة الشكاوي في بعض المناطق. سجل قطاع الصادرات الفواكه والخضروات التركي نمواً بنسبة 22% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2020. وقال مصدر حكومي إن صادرات الخضار والفواكه الطازجة في تركيا في العام الجاري ازدادت بنسبة 22% محققة عائدات بقيمة 774 مليون دولار. وأضافت أن روسيا تصدرت قائمة الدول المستوردة بواقع 228 مليون دولار، يليها العراق ب 76 مليونا، ثم رومانيا ب 69 مليونا. ارتفع النفط الخام بعد أن أظهرت بيانات صناعية أن مخزونات النفط الأمريكي تراجعت أكثر من المتوقع، ورفعت أوبك توقعاتها للطلب على النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتا لتصبح 64 دولارا للبرميل الواحد، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا لتصل إلى نحو 61 دولارا للبرميل الواحد. وعززت علامات الانتعاش الاقتصادي القوي في الصين والولايات المتحدة المكاسب الأخيرة في أسعار النفط، لكن المخاوف بشأن توقف إطلاق اللقاحات في جميع أنحاء العالم وارتفاع عدد الإصابات بكورونا في الهند والبرازيل حد من المكاسب الاقتصادية. سجلت عملة بيتكوين الرقمية قيمة غير مسبوقة عند 62,575 دولاراً لتواصل سلسلة مكاسبها في العام الحالي 2021 وتبلغ ذروة جديدة. وزاد سعر أكبر العملات المشفرة في العالم لأكثر من مثليه هذا العام وسط تنامي قبولها لدى القطاع المالي التقليدي باعتبارها أداة للاستثمار ووسيلة للدفع. ومع بحث المستثمرين عن أصول مرتفعة العائد في ظل تدني أسعار الفائدة وتوقع تقرير صادر عن بنك وول ستريت أن تحقق عملة البيتكوين مستويات تخترق فيها حاجز 100,000 دولار، وقد تصل لمستويات جديدة بحلول تموز المقبل. ختام الموجز، دمتم بأمان الله.